أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من القاهرة. على طاولة البحث والنقاش في هذه الحلقة ملفان رئيسيان. الملف الأول يتمحور حول تساؤل كبير: هل العالم أصبح على شفا انهيار اقتصادي كما حدث في عام 2008 من أزمة اقتصادية عالمية، وهو ما تحذر منه بالفعل تقارير اقتصادية في ظل ما تشهده دول العالم من توترات حاليا، خاصة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وكندا والاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي وأيضا على الصعيد التجاري، وبالتالي أيضا ما هو مدى الارتباط بين ما يحدث من أزمات سياسية حاليا وانعكاسه على الوضع الاقتصادي العالمي؟ هذا ما سنناقشه في وقفتنا الحوارية الأولى. أما الوقفة الحوارية الثانية فسوف تتمحور عن منطقة صان الحجر أو منطقة أقصر الدلتا كما يتم الإطلاق عليها، خاصة في ظل وجود خطة من جانب وزارة الآثار لتطوير هذه المنطقة بالفعل وجعلها متحف مفتوح في المستقبل، وهناك جهود تبذل بالفعل على أرض الواقع، وهناك خطة بدأت منذ شهرين وتم ترميم العديد من الآثار الموجودة في هذه المنطقة، وسنلقي نظرة بالفعل على مستقبل هذه المنطقة، كيف يمكن تشجيع السياحة الأثرية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مختلف المحافظات المصرية بالفعل والترويج والتسويق لها حتى تعود المعدلات السياحية إلى طبيعتها في المرحلة المقبلة. لكن دعونا في البداية كما تعودنا في برنامج من القاهرة أن نلقي نظر على أهم الأخبار بعد هذا الفاصل. بنبدأ معكم أولى أخبارنا مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية في توفير السلع وتلبية الاحتياجات للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال استراتيجية متكاملة بتضمن جهود ضبط الأسواق، تجديد الرقابة عليها خاصة في المناطق الأكثر احتياجا لرصد أي ممارسات احتكارية وكذلك ضبط الأسعار. ده جاء خلال لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. كمان وجه الرئيس السيسي باستلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة بتحقق لهم هامش مناسب من الربح بيساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية بالطبع. كمان الرئيس وجه ببلورة استراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني استنادا إلى أفضل المعايير العالمية والأساليب التكنولوجية الحديثة بما يساهم في تعظيم الإنتاج الحيواني. خلينا نروح معكم لخبر آخر والجهود التي تبذلها مصر على صعيد المصالحة الفلسطينية في ظل وجود وفد من حركة فتح يزور القاهرة حاليا، وكان هناك لقاء بين وزير الخارجية سامح شكري وكذلك أيضا عضو حركة فتح أو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، ووزير الخارجية أكد التزام مصر بدعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية وعلى رأسها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كمان تم بحث آخر تطورات على الساحة الفلسطينية مستجدات عملية المصالحة الوطنية، وأعرب الأحمد عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية وإيجاد سبل التعامل مع التحديات الراهنة على كافة الأصعدة. للمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور طارق، هل نحن بصدد توافق بين حركتي فتح وحماس بشأن ورقة المصالحة الفلسطينية أم ما زال هناك بعض الاختلافات بين الحركتين، وما تقييمك للجهود المصرية لتحقيق التقارب؟ يعني بالتأكيد نحن نقترب من لحظة التوافق ما بين الفصيلين فتح وحماس، وبطبيعة الحال سائر الفصائل الفلسطينية الأخرى. تواصل القاهرة ممتد ومستمر مع الفصيلين، بالتأكيد طبعا حضرتك ما أشرت إليه وتكرمت، الاتصالات بين حركة فتح ومصر كانت ممتدة ومستمرة، وطبعا الزيارة ليست لإبداء كما تردد يعني ملاحظات على تفاصيل الورقة المصرية. الورقة المصرية كما تعمل يعني نقاطها وبنودها بتركز على أسس وآليات معينة لتنفيذ الاستحقاقات المؤجلة، وهي محصلة لأفكار فلسطينية، والطرح المصري يأتي في إطار الثوابت المصرية الخاصة بالحق الفلسطيني المباشر، سواء بالنسبة لإتمام المصالحة وإجراء تنفيذها على أرض الواقع
وطبعا دخول الاستحقاقات المؤجله حيز التنفيذ. هناك اراده سياسيه مصريه واضحه في هذا الاطار، وهي كانت واضحه بصوره كبيره، وانا اعتقد ان في حرص كبير فلسطيني اتضح النهارده في تعليقات الوفد الفلسطيني على الزياره. وبطبيعه الحال القاهره ستستكمل كل تفاصيل الاتصالات مع حركه حماس خلال الايام المقبله، فبالتالي في تحرك مصري ممتد بين مع فتح وحماس وايضا الفصائل الاخرى. ان شاء الله تقلل الجهود المصريه الدؤوبه والمستمره من اجل ترتيب البيت الفلسطيني. احنا بنتحرك ومصر بتتحرك في هذا التوقيت طبعا على اسس ثابته ومستقره. الموقف المصري موقف واضح، وموقف طبعا بيركز على يعني اللحظه الانيه التي تمر بها القضيه الفلسطينيه، وهذا ما نقل طبعا للوفود الفلسطينيه تباعا. ايضا هذا ما كنت اود الحديث عنه دكتور طارق، ان المرحله الحاليه ربما تمر القضيه الفلسطينيه بيعني مرحله حاسمه ومرحله فاصله في ظل ما نشهده بالطبع من تطورات اخيره سواء فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وغير ذلك من الامور، وبالتالي ما هو المطلوب من الفصائل الفلسطينيه في هذه المرحله حتى يمكن تحقيق المصالحه والبعد عن بعض الاجندات التي تحاول عرقلتها في نهايه الامر؟ يعني بالتاكيد حرص القاهره على ترتيب الاجواء الفلسطينيه مرتبط بامرين، الاول استشعار القاهره ان هناك خطرا حقيقيا يهدد القضيه الفلسطينيه، ليس في ملف واحد ولكن بعد ملف القدس كما تعلم، تصفيه قضيه اللاجئين، وطبعا ما جرى في موضوع الوكاله الدوليه ناروا في وتطبيق نص قراري 193 و194 الخاص بحق العوده ل اللاجئين، طبعا ده ملف مهم جدا. استشعار القاهرة بأن هناك خطورة في ترك الأمر بهذه الصورة هو الذي يدفع القاهرة بالتزاماتها الوطنية والقومية للتعامل مع الملف الفلسطيني بهذه الصورة، وبالتالي في حرص مصري على نقل هذه الرسالة للأشقاء الفلسطينيين أنه لا بد أن تحدث لحظة التوافق. حضرتك تعلم أن الرئيس أبو مازن سيلقي كلمة في الجمعية العامة الأسبوع المقبل، سيضع الملف الفلسطيني للواجهة الدولية بدعم مصري بالأساس. يعني ربما تكون شهادتي مجروحة وأنا أقول هذا وأنا مصري، لكن بالتأكيد القاهرة لها رسالتها الوطنية والقومية. تجاذب الإقليم، يعني هناك أطراف إقليمية ساعية للعبث بأمن الإقليم وأمن قطاع غزة والمشروعات المتضاربة من بعض الأطراف المطروحة في هذا التوقيت، هو طبعا بالتأكيد هو يعني تدفع الجانب الفلسطيني ليه إعادة النظر فيما يجري. مسألة قطاع غزة كما تعلم مسألة سياسية وليست إنسانية، مشروعات المتضاربة اللي تطرحها بعض الدول الإقليمية بصورة أو بأخرى هناك خطر كبير يهدد الجانب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة ولكن في تصفية القضية الفلسطينية. القاهرة تؤدي دور كبير على المستوى القومي لخدمة القضية الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية على مختلف درجاتها تدرك التحرك المصري، الجهد المصري المقدر فلسطينيا في هذا التوقيت، وجهد الأجهزة المصرية اللي بتقوم بهذا الدور يعني بنوع من الحرفية والمهنية الكبيرة التي يقدرها أبناء الشعب الفلسطيني ويقدروا كل التحرك المصري الكبير. وأنا في النهاردة ردود فعل فلسطينية في وسائل الإعلام الفلسطينية أرجو أن يعني تتابعوها، جهد كبير وتوجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللأجهزة المصرية التي تقوم بهذا. هناك ردود فعل فلسطينية في إعلام الإعلام الفلسطيني يثني على الدور المصري ويرحب به ويؤكده ويرى أنه ظهير آمن وفلسطيني الجانب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وإن شاء الله تكلل الجهود المصرية بالتوفيق في الفترة الراهنة. إذا لو يعني طورنا دائرة الحديث دكتور طارق وتحدثنا عن الجهود العربية وأيضا الدولية لدعم القضية الفلسطينية خاصة في ظل وجود رفض دولي بالفعل للخطوات الأخيرة التي تمت من قبل الولايات المتحدة ونحن على أعتاب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما هو المطلوب للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية؟ بالتأكيد طبعا لابد أن يكون هناك وعي كامل بالتحركات الأمريكية الإسرائيلية في هذا التوقيت. الجانب الأمريكي وهو يتبع سياسة دفع القضية الفلسطينية إلى حافة الهوية وإسقاط كافة المعطيات الثابتة والراسخة لهذه القضية التاريخية. بالتأكيد طبعا هناك إجراءات تعسفية وانفرادية من الجانب الأمريكي بدفع السلطة الفلسطينية، وقف الاستحقاقات المالية، محاولة طبعا إغلاق مكتب منظمة تحرير الفلسطينية في واشنطن، الحديث عن يعني دفع الرئيس أبو مازن إلى مقاطعة دولية وغيرها من الإجراءات. ومن قبل كده طبعا زي ما حضرتك تعلم موضوع ما جرى في الوكالة الدولية التي تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني. الجانب الإسرائيلي أيضا يستثمر في القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل و
والإجراءات الخاصة بالتهويد وطرد آلاف الأسر المقدسية، والحديث عن الإجراءات الخاصة بالاستيطان والبناء العشوائي في مناطق القدس وما يجاورها، كلها طبعا إجراءات أمريكية إسرائيلية في هذا التوقيت، هدفها الرئيسي تصفية القضية الفلسطينية على أرض الواقع. أعتقد أنه الدور المصري في هذا السياق بدعم الدول العربية الشقيقة بالتأكيد هيكون مهم في مواجهة الموقف الأمريكي الراهن، لأنه يبدو أن الإدارة الأمريكية تعيد تقييم وضعها، لم تعد في حاجة إلى موافقة عربية أو دولية أو إقليمية حتى على ما عرف باسم صفقة القرن، والحديث هنا عن تنفيذ الصفقة على أرض الواقع ومحاولة أن يكون هناك تنفيذ لبعض الإجراءات الخاصة بقضية القدس وقضية المستوطنات وقضية حق العودة. فماذا تبقى إذن بقى حضرتك من قضايا الصراع العربي الإسرائيلي بأكمل؟ بشكرك دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. نذهب معكم إلى موضوع آخر، والتدريبات العسكرية، تدريبات النجم السطع 2018، حيث شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لهذه التدريبات والمناورات الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة والأردن وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا واليونان والسعودية والإمارات بمشاركة مراقبين من 16 دولة شقيقة وصديقة بقاعدة محمد نجيب العسكري. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل الرئيسية لتدريبات النجم الساطع 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية، واستمع الفريق محمد فريد إلى شرح تفصيلي للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة البيان، والذي تضمن عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية. تضمنت المرحلة قيام عناصر من قوات المظلات بأعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات، كما شاركت الطائرات والمقاتلات متعددة المهام في أعمال الاستطلاع الجوي وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية وتأمين عملية الإسقاط الجوي للقوة الرئيسية للسيطرة على محاور الاقتراب للقرية وتأمين جزء من خط الحدود الدولية ومنع الإمدادات. كما تم دفع عناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على الموانع والعبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام، وقامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المباني الحيوية وعزل العناصر الإرهابية وتنفيذ عملية اقتحام لعناصر من قوات الصاعقة للمعاونة في استعادة السيطرة على القرية وقطع وعزل الإمدادات الخارجية. كما تم دفع مجموعات القتال الرئيسية من المشاة الميكانيكي مدعومة بتشكيلات من المقاتلات والهليكوبتر المسلح لتنفيذ عملية الاقتحام ومعاونة عناصر من القوات الخاصة لمختلف الدول لتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها. وفي نهاية المرحلة أكد الفريق محمد فريد على أن الإرهاب أصبح ظاهرة خطيرة تهدد كافة شعوب العالم، مشيدا بالنجاحات التي حققتها العملية الشاملة سيناء 2018 في مكافحة وتكفيف منابع الإرهاب. كما نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة، معربا عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في تدريبات النجم الساطع 2018 على أرض مصر وداخل أكبر القواعد العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط. حضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة والمراقبين والملحقين العسكريين وعدد من دارسي المعاهد العسكرية. للمزيد من المتابعة حول مناورات النجم الساطع 2018 معي على الهاتف سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء، أهمية هذه المناورات وتبادل الخبرات بين هذه القوات العسكرية التي ربما هناك دول منها من أقوى الجيوش في العالم. من الطبيعي أن هذا التدريب اللي هو مناورة النجم الساطع اللي بتجري على أرضنا بيشترك فيها دول من أكبر الدول اللي كملت أقوى قوة عسكرية زي الولايات المتحدة، دول حلف الناتو، دول أشقائنا العرب، كل هذه الدول بتشترك في مثل هذا التدريب
في أهداف تدريبية محطوطة لهذه المناورة، أهمها اطلاع كل طرف على أحدث ما لدى الطرف الآخر من تكتيكات، أساليب قتال، أسلحة، معدات جديدة، ثم كيفية التعاون معا في مواجهة عدو مشترك. معروف أن عندنا الإرهاب دلوقتي ظاهرة تكاد تكون عالمية، كل دول العالم بتقاسي منه، كل دولة من هذه الدول لديها أسلوبها وتكتيكاتها الجديدة في مواجهة هذا النوع من الحرب الغير متماثلة، في مواجهة هذا الإرهاب. أنا لما بحضر كل هذا القدر من القوات بما لديها من خبرات وأسلحة ومعدات جديدة وتكتيكات جديدة وأجهزة ومعدات جديدة بتشترك معايا، فأنا قواتي بتستفيد بناء كل هذه الخبرات على أرضي أنا. أيضا كيفية التنسيق معا في مواجهة هذا العدو، قد نواجه معا عدو مشترك، وخاصة الإرهاب مع أي دولة من الدول الصديقة أو الدول الشقيقة. هذه التدريب في هذه المرحلة، يعني النهاردة المرحلة اللي حضرها سيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تعتبر مرحلة من أهم المراحل اللي هي مواجهة عمل إرهابي أو ثورة إرهابية، وكيفية تعاون كل هذه العناصر من هذه الدول في مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه. دي الأهمية اللي احنا بنقول جعلنا كل هذه القوات لتتدرب معنا لكي تستفيد قواتنا ونرفع كفاءتها القتالية. بشكرك سيادة اللواء ناصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. في موضوع آخر، أعلن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية الإفراج بموجب عفو رئاسي عن 177 من نزلاء السجون، وكان قطاع السجون قد واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، تفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانقراض في المجتمع. في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على أسر المسجونين وعدد من المفرج عنهم حديثا، مؤكدة حرص الوزارة على الاهتمام بهم ورعايتهم ليكونوا أعضاء نافعين في المجتمع. ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية تتسع لكل ما يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، انطلاقها هذه المرة نحو تقديم مساعدات عينية وتوفير فرص عمل للمفرج عنهم وأسر السجناء. إدارة شرطة الرعاية اللاحقة وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وجهات حكومية سلمت هذه المساعدات ل 250 من أسر المسجونين والمفرج عنهم في احتفالية أقيمت لهذا الغرض بالصالة المغطاة باستاد القاهرة. المساعدات عبارة عن عدد 3 ترسيكل وعدد كبير من الثلاجات والغسالات وجهاز العروسة لأبناء المساجين أو المفرج عنهم وكراتين وأدوات مدرسية. سنطرق كل الأبواب لأن احنا نضاعف هذا الجهد لأن احنا نوسع قاعدة المستفيدين من هذه المساعدات وندعم العديد من هذه الأسر ورعايتها. دي رسالة طبعا قوية تؤكد لجموع المواطنين أن الدولة بتدعم الأسر وخاصة البسطاء والذين هم في احتياج إلى معاونة كل المؤسسات. المساعدات المقدمة للمفرج عنهم وأسر السجناء تهدف إلى إعانتهم على الظروف المعيشية ودمجهم في المجتمع حتى يصبحوا أعضاء نافعين له ولا يسلكوا طريق الجريمة مرة أخرى. طبعا الناس مبسوطة جدا لأنه إحنا مش منسيين، فاكريننا إن إحنا دايما بتقفوا جنبينا ومحتاجين حاجة بتدوها لنا، اللي مش قادر يجيبها بيساعدوه إن هو ياخدها. ربنا كرمني النهاردة يعني ودوني الترسيكل ده عشان خاطر أتمعيش بيه والقول لي لقمة عيش. أشكرهم جزيل الشكر على اللي هم بيعملوا معانا وبيقفوا معانا الوقفات دي كلها. وربنا يبارك في سيادة الرئيس
والحمد لله طبعا استلمنا ثلاجه، ما بنستلم اي حاجه، ما بيجي لنا اي حاجه بنستلمها، وربنا يخلي لينا ويخلي لمصر. مبادرة كلنا واحد مبادرة تدعمها القيادة السياسية وتحرص وزارة الداخلية على تنفيذها، بدءا من تخفيضات الأسعار على السلع الأساسية والخضروات والفاكهة ومستلزمات المدارس، وصولا إلى مساعدات للمفرج عنهم وأسر السجناء، لتؤكد هذه المبادرة نجاحها في هدفها الإنساني والاجتماعي، بل وهناك مزيد. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إنه تم الانتهاء من إجراء 20,694 عملية من أصل 38,372 مريض مسجلين سواء على الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني، وده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. تصريحات زايد جاءت خلال زيارتها لمستشفى الزيتون التخصصي للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وأكدت أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة مرضى مبادرة الرئيس للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، مراجعة النظام الإلكتروني للتسجيل للتأكد من مطابقة أعداد الحالات بالمستشفى لما هو مسجل بالغرفة الرئيسية لقوائم الانتظار في الوزارة. نروح معكم لخبر آخر، حيث تلقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقرير من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة في القاهرة الكبرى والدلتا خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري مقارنة بذات الفترة خلال عام 2017. والبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن التقرير عكس النتائج الإيجابية للجهود المبذولة في هذا الصدد وفق الخطة التنفيذية لوزارة البيئة، وتمت الإشارة إلى ارتفاع نسب حصاد الأرز لهذا العام في الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر 2018 عن مثيلتها في العام السابق، حيث بلغت نحو 38% مقابل 32% من العام السابق، مع انخفاض الحرائق وتحسن في الأحوال الجوية. دي كانت آخر أخبارنا، هنبدأ معكم أولى فقراتنا الحوارية تحت تساؤل عريض. بعد 10 سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية، هل العالم بصدد أزمة اقتصادية جديدة؟ هذا ما نناقشه بعد هذا الفصل.